نشرة مفصلة من أورية نيوز، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. مكتب الرئاسة اللبنانية يواصل مهاتراته وشتائمه، واللبنانيون ينتقدون تدني مستواه. متذرعة بنقص الأموال، المحكمة الخاصة بلبنان تلغي محاكمة المتهم باغتيال رفيق الحريري. بعد ألمانيا، الولايات المتحدة تنتقد انتخاب نظام أسد عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. الدنمارك تصادق على قرار لترحيل طالبي اللجوء إلى دول أخرى. إيران تتعرض لكوارث كبيرة في 24 ساعة الماضية، آخرها حريق مصفاة نفط جنوب طهران. يتواصل تراشق الاتهامات المتبادلة بين مكتب الرئاسة اللبنانية من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى، وذلك بعد اتهام الأخير لميشيل عون بأنه واجهة لمشروع يهدف لإنقاذ جبران باسيل. ورد مكتب الرئاسة على التيار واصفا إياه بالمستنقع الذي أغرق لبنان، ما أثار حفيظة وانتقاد اللبنانيين لتدني ورداءة خطاب المكتب، مؤكدين أنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا الخطاب من جهة يفترض بها تمثيل لبنان. معنا عبر الهاتف من بيروت مراسل أورينت نيوز توني بولس، مرحبا بك معنا توني. ما هذه التصريحات الغير مسبوقة لمكتب الرئاسة اللبنانية وما هي خلفياتها؟ يعني بالفعل أحمد، الخطاب بات بلهجة وبحدة غير مسبوقة تعكس يعني توترا كبيرا في العلاقات واستحالة إمكانية تشكيل حكومة بين الرجلين، حيث أن تبدو العلاقة الشخصية منهارة تماما، حتى أن العلاقة بين تيار المستقبل والقواعد الشعبية يعني تزداد هوة بشكل كبير جدا، حتى أن هذه الخطابات يعني باتت تنعكس على الخطاب على التواصل الاجتماعي بين الجمهور أو القواعد الشعبية للتيارين، بحيث كل فريق يعني يكيل الشتائم للطرف الآخر محملا الآخر مسؤولية انهيار الوضع في لبنان ومسؤولية يعني عدم تشكيل الحكومة أخيرا، حتى أن هذا الأمر يعني بدأ ينتقل إلى يعني عواصم القرار الكبرى، حيث أن هناك معلومات أن الفرنسيين الذين قدموا مبادرة إلى لبنان لتشكيل الحكومة بدأوا يتوجهون لصاحب هذه المبادرة، باعتبار أن القوى السياسية اللبنانية غير جدية بتلقف المبادرات الدولية أو حتى محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار الحاصل، كون العلاقة أو المصلحة الشخصية لكل طرف تطغى على المصلحة العامة، وبالتالي هناك استحالة لتسوية النزاع الحاصل وإنقاذ البلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا توني بولس مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من بيروت. ألغت المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة سليم عياش المتهم بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، متذرعة بنقص الأموال لديها. وذكرت المحكمة في بيان لها على تويتر أنها تواصل جهودها لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها، وتكرر نداءها إلى المجتمع الدولي للاستمرار في دعمها ماليا. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخوفها من انتخاب نظام أسد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لعدم تمسكه بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في تصريحات لكبيرة مستشاري الصحة في وزارة الخارجية الأمريكية أمي نوريس، مؤكدة أن نظام أسد يواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للسوريين، إضافة لاستهداف المنشآت الطبية وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. وافق البرلمان الدنماركي على قانون يمكن الدولة من نقل طالبي اللجوء إلى مراكز لدول شريكة وترحيلهم لاحقا إليها. ونشرت وسائل إعلام أنه يمكن حينها لطالبي اللجوء مراجعة قضاياهم في الدول الشريكة للدنمارك والتي سيلجؤون إليها ويحصلون على الحماية في الدولة المستضيفة. معنا عبر الهاتف من لندن الأستاذ بسام طبلية الخبير في القانون الدولي، مرحبا بك معنا أستاذ بسام لهذه النشرة. ما قانونية الإجراءات التي تتخذها
الدنمارك بحق طالبي اللجوء؟ مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. حقيقة إذا ما عدنا إلى نص نطاق أو معاهدة اللاجئين 1951 وكذلك البروتوكول لعام 1967 نجد أن لم تنص على أن يقوم الدولة التي يصل إليها اللاجئين بقيام بترحيلهم إلى دولة ثالثة آمنة ويتم دراسة الملف عن بعد. حقيقة ما نشاهده هو التفاف على اتفاقية اللاجئين وهو يعني لا يمكن اعتباره أنه طريق صحيحة وصحية لأننا الجميع يعلم أن البلدان التي يراد ترحيل اللاجئين إليها في إفريقيا هي دول تعاني من الفقر وتعاني من كافة يوجد فيها النقص من كافة المجالات الصحية والتعليمية وغيرها. تقصد من أستاذ بسام؟ على سبيل المثال من من تلك الدول التي تعاني؟ دول أفريقية. أفريقيا أن هناك تم طرح يعني دراسة هذا الموضوع أنه ترحيل طالبي اللجوء إلى دول أفريقية معينة وبالتالي أثناءها وجودهم في تلك البلاد يتم دراسة طلب اللجوء ومن يستحق يتم إعادته إلى خلينا نقول الدول الأوروبية. ماذا عن السوريين الفارين من الحرب المهددين بالملاحقات؟ السؤال لم أسمع السؤال. ماذا عن السوريين في الدنمارك طالبي اللجوء المهددين بالحرب والقصف والملاحقات الجنائية وما إلى ذلك من قبل النظام وغيره؟ هلا إذا عدنا إلى تعريف اللاجئ، اللاجئ هو الذي يفر من بلده بسبب الاضطهاد الذي يعاني منه بسبب رأيه السياسي أو الجنسية أو العرق أو الدين أو الانتساب إلى فئة اجتماعية معينة ولا يوجد مكان آمن له في بلده يمكن اللجوء إليه ولا يستطيع الدولة أن تحميه أيضا. إذا هذه حقيقة الناس الذين يدعون أنهم قد فروا من سوريا بسبب الحرب ولم يقولوا أنهم فروا من سوريا بسبب خوفهم من النظام الأسد وإجرام نظام الأسد، هؤلاء يعني لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئين، ولكن باعتبار أن سوريا غير مستقرة فمن هنا أصبح من الصعب على تلك الدول أن تعيدهم إلى سوريا بسبب حالة ظروف الحرب والحالات الإنسانية. أما أولئك الذين يشملهم التعريف بسبب مناهضتهم لنظام الأسد بسبب أنهم يخافون من نظام الأسد، في هذه الحالات يوجد حقيقة التفاف على المعاهدة وبالتالي محاولة التهرب والتنصل من هذه الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية على الدول الموقع عليها. من هنا ما هو الطريق أو الحل بالنسبة لهؤلاء؟ ببساطة شديدة قيام المنظمات المدنية المجتمع المدني بالطعن بمثل هذه القرارات وهذا القانون لأنه هو التفاف على المعاهدة وبالتالي عدد لا تريد الدول أن تلتزم بهذه المعاهدة بشكل صحيح لأنه لا يوجد في نص قانوني يقول في المعاهدة أو في البروتوكول أن يتم ترحيلها طالب اللجوء إلى بلد آخر. السؤال الذي يطرح نفسه إما عليك أيتها الدولة الموقعة على معاهدة اللجوء أن تدرس هذا الطلب إما أن يستحق أو لا يستحق. إذا كان يستحق فلماذا البطء في الإجراءات بين قوسين من أجل محاولة أن تستقر الأمور من أجل أن محاولة إعادتهم إلى بلاد سوريا أو غيرها؟ لأنه هذا ما لاحظناه سابقا. طيب. ولكن بسبب الظروف الحالية ولا تجدت الدول أنها لا تستطيع أن تعيدهم إلى سوريا أو تعيدهم إلى غيرها تجد تحاول الالتفاف على هذه المعاهدة. نعم بترحيلهم إلى دولة أخرى. أنا سأكتفي معك بهذا القدر لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا الأستاذ بسام طبلية الخبير في القانون الدولي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن. أوقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المساعدة المالية عن آلاف العوائل من اللاجئين السوريين في الأردن، وذكرت مصادر مطلعة لأورينت نيوز أنه تم تبليغ العوائل بانقطاع المساعدات من دون ذكر أي توضيحات حول هذا القرار، إضافة لإبلاغ عوائل أخرى بتخفيض المساعدات الممنوحة. حذر فريق منسقو استجابة سوريا من تداعيات وقف إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا
على المداريين في الشمال السوري. وأوضح الفريق في بيان له أن المنطقة ستشهد انهيارا كاملا في النواحي الإنسانية والاقتصادية في حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات عبر المعبر، مشددا على أن الآثار ستكون كارثية على كافة القطاعات الخدمية وخاصة الطبية منها. تعرضت إيران لثلاث كوارث كبيرة بدأت في 24 ساعة الماضية بسقوط طائرة حربية من طراز F-5 ومقتل طاقمها، تلاها غرق أكبر سفينة حربية بعد احتراقها، وآخرها حريق ضخم بمصفاة تانكوديان جنوب طهران. تواجه سريلانكا أسوأ كارثة بحرية بيئية محتملة بعد غرق سفينة تحمل 350 طنا من النفط، إضافة ل 25 طنا من المواد الكيميائية، وذلك إثر حريق اندلع بها ونتيجة عدم التمكن من إخماد هذا الحريق. ختام النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.